مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض حلو بسيط، مكونات متوفرة بكل بيت. شغلته كتير بسيطة وسهلة، ما بتاخد منكم وقت والطعمة جدا رائعة. تعالوا تلاقوا المقادير كلها موجودة تحت صندوق الوصف. بالبداية عندي هون نص كوب من جوز الهند ونص كوب من السميد الناعم وأقل من نص الكوب بشوي من السكر، معلقة كبيرة من الكاكاو. بخلطهم مع بعض، رح أضيف عليهم كوب من الحليب. خلطهم هيك شوي على البارد، وبعدين برفعهم على النار. هن على النار لازم طبعا استمر بالتحريك لحتى ما تلزق عندي. بس تسخن هيك شوي، صارت يعني حامية، بدي احط لها معلقة من الزبدة. وفيكن طبعا اذا حابين فيكن تضيفوا قطعة من الشوكولا كمان بصير. بعد ما هيك تصير ناشفة وتتشكل عنها هيك بتصير مثل العجينة، بنشفها تماما وبعدين بتركها لحتى تبرد. شايفين كيف صارت معي بهالقوام؟ هلا بعملهم كرات. وبتكون صارت عنا هيك جاهزة. حلو بسيط، ما بياخد منكم وقت، شغلته كتير سهلة مثل ما شفتوا، طعمته كتير كتير طيبة. طبعا إذا حابين تزينوه فيكم تزينوه بشوي من الشوكولا على الوجه، أو فيكم تغمسوه هيك بالبسكويت، تطحنوا بسكويت وتلكوه فيه، أو كمان بجوز الهند بيعطي منظر حلو وطعمه كمان طيبة. بتمنى انكم تجربوه. إذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوني من اللايك والاشتراك، بحبكم، نشوفكم بالفيديو الجاي.